قواتنا الباسلة الأمن والأمان في قرية المسعودية بريف القصير، وواصلت ملاحقة الإرهابيين في البويضة الشرقية. مراسلنا الحربي معين درغام حدثنا عن إنجازات قواتنا الباسلة. مشاهدينا الكرام، مشاهدي الفضائية السورية من هنا من قرية المسعودية بريف القصير، طبعا بعد أن قامت بواسل الجيش العربي السوري بإعادة الأمن والاستقرار إلى هذه القرية خلال ساعات بعد الضبع مباشرة، واصلت قوات الجيش العربي السوري ملاحقتها لفلول الإرهابيين ضمن منطقة ريف القصير. طبعا بواسل الجيش العربي السوري في جاهزية عالية للقضاء على كل الإرهابيين إن شاء الله نصر بعد نصر، لملاحقة كل الإرهابيين في ريف القصير. للوقوف على المشهد الميداني معنا أحد أو معنا المسؤول عن غرفة العمليات في منطقة ريف القصير اللي تم إعادة الأمن والاستقرار إلى منطقة الضبعة، والآن نحن في المسعودية. مرحب فيك. أهلا وسهلا فيكم. بعد الانتهاء من تحرير قرية الضبعة مساء وإعادة السيطرة الأمان والاستقرار إلى تم مهاجمة أو تحرير قرية المسعودية التي تبعد 2 كيلومتر عن قرية الضبعة، وخلال ساعات تمكنت قواتنا المسلحة من إعادة السيطرة على هذه القرية وتحرير المخطوفين منها. ودك أوكار المسلحين والمخربين هنا، وسنلاحقهم باتجاه قرية الصالحية والبويضة وهو آخر معقل إلهم، ونحن في جاهزية قتالية كاملة لمتابعة أعمالنا القتالية خلال الساعات القادمة. هلأ جيشنا خلال العمليات السريعة اللي عم يكون بقضاء على الإرهابيين بهالريف القصير بعد الانتهاء من المدينة، يعني شو بيشكل بالنسبة لجيشنا البطن؟ بيشكل نقل نوعية بعمليات نوعية متقوم فيها القوة المسلحة بأصعب طبيعة جغرافية في هذه المنطقة كبيوت وكأشجار وكمنطقة تكسر فيها الغابات، وقاموا فيها المخربين والإرهابيين عدد من الأوكار والملاجئ والمخابئ والأنفاق فيها، فهذه تعد نقل نوعي في قواتنا المسلحة بتنفيذ هذه العمليات وملاحقة الإرهابيين أينما وجدوا. شكرا، الله يعطيك العافية. مشاهدينا الكرام، أيضا أثناء دخول الجيش العربي السوري إلى منطقة المسعودية قام بتحرير أحد المخطوفين، والبداية منرحب فيك، من تعرف عليك؟ هيثم فرح. منين حضرتك؟ القصير. احكي لنا شو جابك لهون؟ خطفونا من بقلب القصير، جماعات ما بنعرف كلها مربايه تقول لنص صدره، ووضعونا بالقصير لمده 20-24 يوم، انا وام سلمان وكتار جماعه ختيريه ودنيا وكذا مشكلين. وين ساكن بالقصير؟ انا بالحي الشرقي. قد يعني احكي لنا شو كان يصير افعال المسلحين، شو كان يقول؟ احكي لنا انت ما دام حاضر المشهد من خلال. والله تخريب وسرقه نهب، كل صفات الماي منيحة محطوطة فيهم. نفتح الدكان قطع رزقنا، نفتح نطلع على شغلنا يهددونا، كل صفات الماي منيحة فيهم. خلال وجودك بالقصير وعم تشوف انت الارهاب هذا، كان في اجانب غرباء؟ والله اشكالهم بين يعني شكل غريب عن البلد، يعني دائما هن على وسائل الاعلام المغرضه كانوا يستغلوا يحكوا انه على اهالي والمدنيين بالقصير. انت شو بتوجه رساله عبر الفضائيه السورية؟ انا بقول للاهالي من خلال دخول الجيش العربي السوري، بتمنى انه كل انسان ترك بيته او او او, أو, أو كل شيء سمع هالشغائل هاي كلها انتهت بوجود الجيش العربي السوري، وبنتشكروا على دخوله عائدة الأمن لهالبلد. مثل فيك العافية. أهلا وسهلا خالي. أيضا معنا أحد المواطنين. أهلا، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا أخي. الله يوفقك. منين حضرتك؟ من المسعودية يا أخي. احكي لنا شو صار معك. والله نحن قاعدين، اجوا المساء تفضل روحوا معنا بالسيارة لوين؟ قال المسلحين يا أخي، بس أم نعرف منين هنين؟ ما بنعرفين. حطي لابحاثه حضنوا هالختيار لهان وتركوه، صرنا نتعكزوا واخذوه راح لهان. والله واخذونا على رقصي يا اخي. شو عاملين؟ قال ما في شيء، هلا بترجعوا 24 نهار. شو عزبوا فيكم؟ ايوه 24 نهار وهن شيء جوا وشيء جوابات وشيء يقفلوا علينا البوب ومو هيك اخي. كيف تحررت هلا؟ والله بالجيش السوري، بجهود الجيش الحمد لله، والله يوفقكم وشكرا لكم. شكرا للجيش السوري. طبعا احنا شايفينك تعباني هلا. والله تعباني، والله تعباني، لا اكل ولا شرب يا اخي. الله يوفقك. وهذا الموضوع يا اخي
شكرا كثير. الله يوفقكم، شكرا لكم يا عيني ويرضى عليكم. إذا مشاهدينا الكرام، كما تابعنا، هذا هو المشهد الميداني، ها هي صورة الإرهاب الذي كان يقوم بترويع الأهالي في مدينة القصير، كيف خطف المواطنين من القرى المجاورة. هذا هو الإرهاب، نوثقه عبر القرى التي أعاد إليها الأمن والاستقرار الجيش العربي السوري. مشاهدينا، نشكر كل من كريم الشيباني ومعين درغام لما قدماه لنا من القصير، كما نتوجه بالشكر لجميع العاملين في الفريق الإخباري هناك.